جولة على برامج سهرة الام تي في اللي بتبدأ بأكيد برمجة خاصة بشهر رمضان المبارك مع سكتشات المهضومة كميل أسمر وعيش وكل غيرها. هو ذاته هو ذاته هو ذاته جوز عمتي هو ذاته. ليش جوز عمتك؟ كنت حبه كثير الله يرحمه. هلا في مجال بس اخذ معك سيلفي؟ شو خصني معك؟ انا شو لي علاقه بجوز عمتك؟ لحظه تشبهه بس بدي اخذ معك سيلفي. فيش خلي اعمل معروف روح اتساهل بس صوره ما تقل عني هلا. سوري الواد دي فيه شبه مني. كان حبوسه هون عطول كان يموت فيه وأنا موت فيه. يا ريتك مت فيه وقتك. أنا ماني جوز عمتك أوكي؟ بتشبهه ايه اوكي يا ريتك هو. كنت رجع تبسته هون. شغلتك طويلة انت؟ شو اشبك؟ جوز عمته. هيدي المشاهد لكان من عيش وكل غيرها. رح ننتقل لتركة علينا. طبعا هالبرنامج يلي عم بيلاقي نجاح كبير مع الزميل محمد قيس يلي عم يعمل جولته بكل لبنان. السيارة يلي كتار بيعتمدوا عليها كرمال شغلهم كرمال حياتهم اليومية عم يتولى تصليحها. خلينا نشوف سوا هالمشاهد من تركة علينا. لأنه بتعرف بس يكبروا الأولاد بيحبوا يغيروا. في مسؤوليات في عندك في عليك خوف على الأولاد. خوف أكيد على كل شيء أنه لازم واحد ينتبه على أولاده. سو قد ايه اولادك مهمين بالنسبه لك ولهاروت بالحياه؟ كثير. انا ما عندي غير ولادي وجوزي بهالحياه. اكيد عندي اخواتي الشباب واختي بس بتعرف اخر شيء يعني جوزي عائلتي. انا بهتم كثير بعائلتي كثير كثير بهتم بعائلتي. هاروت كثير متعلق بولاده ببيته. بس قررنا انه نظهر من برج حمود يعني نغير شوي على الحياه. قال لي ما بقدر لانه هونيك اجار غير هون البرج بتهار ارخص. اي بس الظروف حكمت عليكم الظروف حكمونا بس ولادي قالوا انه بابا ما تخاف خاصه ابني. قال بابا ما تخاف انا معك بدرس وبشتغل وبساعدكم. بدي احكي شوي اكثر عن هاروت. هاروت قديش بيتعب بحياته؟ قديش تعبان بحياته؟ كثير 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 تعبان بحياته. يعني وقت ما تعرفت عليه بضل مقهور زلان. بس تجوزنا كمان صار عندنا شوي مشاكل صحيه معه بقى كثير تعذبنا. يعني هاروت كثير تعذب بحياته. فيش خلوا لك بشكيرك؟ ايه كثير. يعني من بيت لشغل من بيت لشغل ما عنده هوايته. يعني كل شيء عنده بس اهله. ترك كل شيء. شو عنده هوايات كان يحبها قبل؟ كان يحب يدق على الترومب. شو على الترومب؟ على الدرامز. درامز. مرة من شي فترة مش بعيدة من شي فترة كنا بمول شاف الترومب هيك حاطينه قام قعد قال لي صوريني صورته يا حي صورته معي. قلت له ليش بدي حرقك قلبك عليه؟ كثير عن جد كثير قلبه حنون. انت مين بيسمع لك لما تفشي خليك؟ ما حدا. جوزي فوق همومه كمان. نجي من الشغل نقعد على البلكون نشرب قهوة نحكي لبعضنا شو بدنا شو في كيف نقدر نتحسن على أحسن بالحياة. يعني أنتم بنفس الوقت بتفشوا خلق لبعض؟ قبل ما نتابع حلقتنا نحن رح نرجع لكم على 12 وربع. أما هلأ فرح نكون مع قديس الأحد وهالمرة قديس علانية العائلات لمناسبة عيد الأب. هالقديس يلي مننقله على طول بهالموعد كل سنة عبر الام تي في رح ننتقل من خلاله لصرح البطريركي ببكركي ونكون مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اللي رح يترأس هالقداس ويكرم بختامه مجموعة من العائلات اللبنانية. وبعدها بنرجع أكيد لمتابعة إلايف بحلقتنا المميزة لنهار الأحد. خليكم معنا.